السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ طب النهار إن شاء الله تكونون بخير. وياكم دكتور أسامة عقيل، مستأجر في كلية الطب جامعة بغداد. اليوم راح نحكي عن محاضرة البادي كافيتيز أند ممبرينز، يعني التجاويف اللي بداخل جسم الإنسان. طبعا البادي كافيتيز أند ممبرينز يقسموها كتقسيم مبدئي إلى دورسال أند فنترال كافيتي. الدورسال يعني الجزء الخلفي من الجسم، زين، والفنترال هو الجزء الأمامي. فالدورسال كافيتي اللي هي الكافيتيز الموجودة بالجزء الخلفي من الجسم تشمل الكرانيال كافيتي اند فيرتيبرال كافيتي. يعني شنو؟ يعني التجويف القحفي أو اللي هو قحف الجمجمة الكرانيال، والفيرتيبرال اللي هو يكون بداخله من هو الحبل الشوكي، يعني تجويف الفقرات وتجويف الجمجمة اللي تحتوي بداخلها السي ان اس او ما يسمى بالسنترال نيرفس سيستم، اللي هو يشمل البرين والسباينال كورد. اما الفنترال كافيتي كونتيننج فيزرا، فيزرا شنو يعني؟ يعني الاعضاء الداخلية لجسم الانسان، مثل شنو؟ مثل الهارت، مثل اللانجز، مثل الستومك، مثل الليفر، السبلين. هاي الأعضاء كلها لازم تكون بداخل كافيتي، يعني تجويف يحتويها. فالفنترال كافيتي containing viscera، اللي هي visceral organs، اللي هي صارت بالانتيرير بارت من الجسم. لاحظوا هي هاي هنا عندنا الميديستاينم اللي تحتوي الهارت مثلا، عندنا الابدومينال، بينما بجزء الدورسال عندنا فقط الحبل الشوكي أو نسميه الفيرتبرال كافيتي، وعندنا الكرانيال كافيتي. يقسم لي الفنترال كافيتي into two cavities اللي هي منه ثوراسيك وابدومينو بيلفيك. ثوراسيك أو الجزء الصدري اللي هو راح ينقسم أيضا إلى قسمين، عندنا two pleural cavities اللي هو عندنا إحنا رئتين جسم الإنسان، وهاي الرئة تقعد في التجويف يسموه البلورال كافيتي. البلورال كافيتي محاط بطبقتين من البلورا، تمام؟ هاي البلورا هي عبارة عن نسيج، زين، مغطي اللانج on both sides، فنسميه شنو؟ left and right pleural cavities. وعندنا بيناتهم فد كافيتي آخر نسميه central mediastinum، اللي هو يحتوي على البريكارديال كافيتي، ويحتوي على التراكية اللي هي القصبة الهوائية، ويحتوي على الإسوفيجس، زين، المريء، ويحتوي ايضا على الفيسلز اللي هي البيج فيسلز، الايورتا والسوبيريال فينا كافا وغيرها. بس الثوراسيك كافيتي ينقسم لي الى تو كافيتيز، اللي هي واحد بيهم بليفت ورايت، اللي هو من هو البلورال كافيتي، زين، واحد بيهم شنو؟ واحد بيهم سو ذا ثوراسيك كافيتي عندنا بي تو، يعني نوعين من الكافيتيز، هم ثلاثه بالعدد بس اثنين بالنوع. عندنا البلورال كافيتي اللي هو على اليمين وعلى اليسرى، اللي هو يحتوي بداخلها اللانج، وعندنا بيناتهم هو نسميه السنترال ميدياستاينم كافيتي. النوع الثاني اللي هو على الثوراسيك هو نسميه الابدومينال بيلفيك، هذا يفصل بين وبين الثوراسيك يفصلهم الدايفرام اللي هو الحجاب الحاجز. ثم تلاحظون هنا بالصوره، لاحظوا هاي فوق هنا ثوراسيك، جوا راح يبدا الابدومينال بيلفيك. الابدومينال بيلفيك كافيتي عندنا تو كافيتيز، واحد جوا الاخ. abdominal cavity اللي هو يحتوي على الاستومك وعلى الليفر والسبلين وهواية organs، والpelvic cavity أيضا تكون بداخله بعض الأعضاء الصراحة معروفها سوية، اللي هي البلادر والجينيتاليا وغيرها، تمام. يقول serous cavities are slit-like spaces which lined by serous membranes، يسموها السروزة. مثل شنو يعني؟ عندنا مثلا منو هذا السيروس كافيتيز؟ عندنا مثلا، خلينا نشوف هاي الصوره. هاي الصوره توضح لي الكافيتيز الموجوده بجسم الانسان. لاحظوا هنا عندنا الكرانيال كافيتي اللي هو يحتوي بداخل البرين، وعندي لي جوا اللي هو ممتد ويا على نفس الامتداد منو؟ عندنا السباينال كورد اللي هو الداخل موجود وين؟ بالفيرتبرال كافيتي، هذول الدورسال كافيتيز. من نجي على الانتيريور بارت او الفنترال بارت، لاحظوا هذا الثوراسك شلون متقسم. ثوراسيك صار عبارة عن تو، اللي هي تو لانجز surrounded by the pleura، زين، فنسميهم هذول شنو؟ البلورال كافيتيز، اللي هو واحد على الرايت وواحد على الليفت. أما بالنص عندنا هذا الميدياستاينال كافيتي، تمام؟ هذا يسمونه الميدياستاينال كافيتي، اللي هو يحتوي بداخله على شنو؟ البريكارديوم أو على الهارت، زين؟
جواهم او يفصلهم عن يعني الثوراسك ينفصل عن الابدومينال بالدايفرام او الحجاب الحاجز اللي هو يساهم في عملية التنفس. فاللي يفصل الثوراسك كافيتيز عن الابدومينال بيلبيك عن الابدومينال بيلبيك هو شنو؟ هو الدايفرام. بينما شنو يفصل الابدومينال عن البيلفيك؟ ما هو ابدومينال بيلفيك فهو تو كافيتيز، ماكو فد فاصل معين يفصل الابدومينال من البيلفيك، تمام؟ اذا هو ينفصل يعني شو نقول فد شيء فسيولوجيكال، يعني ماكو فد عضله او فد شيء معين يفصلهم واحد عن بعض. زين؟ ايش دا يقول؟ دا يقول انه السيروس كافيتيز يعني هاي الكافيتيز هي سراوندد باي تو لايرز. يعني شنو شنو شلون يعني؟ يعني هسه ما عندي اللانج، هاي اللانج اكو بيها طبقتين محوطتها، طبقه لاطشه على اللانج نسميها فيزرال. احنا مو قلنا فيزرا يعني عضو داخلي؟ فالفيزرا هاي نسميها فيزرال لاير اللي هي صايره بعد داخل لاطشه على اللانج، زين؟ وطبقه خارجيه، زين؟ اللي هي تفصلها عن الفيزرا فد منبأ فد فلويد يسموه، يعني يكون اما سيروس فلويد او ميوكس فلويد. هذا الفلويد يساعد على شنو؟ حتى ما يصير احتكاك بين هذول الطبقتين بين الفيزرا والبارايتال، تمام؟ فاذا عندي اي سيروس كافيتي هو راح يكون سراوندد باي ذيس تو لايرز، زين؟ هسه حتى البيركارديال كافيتي ايضا سراوندد باي ذوس تو لايرز، هم فيزرا وبارايتال. خلينا نجي نحكي عنهم بالتفاصيل. دوسال بادي كافيتي يقول ات بروتكتس يعني يحمي ذا فراجايل نيرفس سيستم، يعني النسيج العصبي اللي هو يكون فراجايل رقيق. هاز تو سب ديفيجنز، قلنا هو عباره عن كرانيال يقول ان ذا سكال which encases يعني يحتوي البرين الدماغ، وايضا عندنا فيرتبرال اور سباينال كافيتي which runs within the bony vertebral column. يعني هاي الفقرات يعني اللي هو سباينال كورد يمتد داخل الفراغات الموجوده بهاي الفقرات. encloses the delicate spinal cord، يعني السباينال كورد خلوا بالكم يا شباب انه هو ارق بعد، يعني شلون نقول فراجايل اكثر او حساس اكثر حتى من الدماغ، زين؟ واللي يثبت ذلك راح اعطيكم فد معلومه لكم انتم كاطباء تستفادون منها بعدين يسالوكم بيها جزء من توصلوا لمرحله حساسه. السباينال كورد الفيرتبرال كافيتي مالته كلش يعني كلش مو يعني خلينا نقول ضيق، يعني ما يتحمل بريشر هوايه. بينما البرين سراوند يعني السي اس اف والكافيتي مالته كلش واسع، يعني اوسع بهوايه من الكافيتي اللي يحيط بالسباينال كورد. لذلك اذا صارت عندي يسموها ابيديورال هيماتوما، يعني ها شنو ابيديورال هيماتوما؟ يعني فالتجمع دموي يضغط على السباينال كورد، فكميه قليله جدا ممكن بالسباينال كورد تسوي لي شلل، بينما بالبرين يحتاج فد كميه كبيره حتى تسوي لي انفولفمنت وحتى تسوي لي ضغط على البرين. فهذا يثبت لي انه الكرينيال كافيتي هو اوسع ومنطي مجال اكثر للبرين، يعني السباينال كورد كلش حساس وكلش. ليش؟ لان الدايمتر او القطر مال السباينال كانال كلش ضيق، يعني منطي فقط مجال قليل يعني يتحرك فيه، زين؟ يعني فلذلك خلوا هاي النقطة في بالكم، زين؟ يقول the spinal cord is essentially a continuation of the brain. طبعا هو البرين يمتد ينزل هنا برين ستيم وراح يكمل لي spinal cord. The spinal cord خلوا في بالكم ينتهي في المنطقة اللي هي بين L1 و L2 ويتحول إلى عبارة عن ذيل حصان، يعني ما يكمل هو هذا السباينال كورد يصير مثل الصوندة، لا، ينزل يصير مثل ذيل حصان، عبارة عن خيوط اللي هي عبارة عن نيرفز، يعني ينتهي إلى ليفل أوف L1 L2. هاي المعلومة هم خلوها في بالكم. زين، خلصنا الدورسال بادي كافيتي وحكينا عنهم، نجي على الفنترال بادي كافيتي. الفنترال بادي كافيتي is anterior and larger. يعني طبعا تلاحظون كل كافيتي ما عندهم كبرى، تلاحظون هنا بالصوره، فهم larger of the closed body cavities اللي هي مثل الدورسال. Like the dorsal cavity it has two major subdivisions، ايضا يقسم الى قسمين رئيسيين. The thoracic cavity and the thoracoabdominal cavity، حكيناها هوايه. With the ventral body cavity houses يعني يحتضن the internal organs الاعضاء الداخليه collectively called يعني كلها نسميها الفيزرا، زين؟ viscous is an organ in the body cavity، يعني viscous من نقول viscous هو مفرد مال الفيزرا
اللي هي مجموعة أعضاء، or visceral organs نسميها أيضا. thoracic cavity اللي هو superior division is surrounded by the ribs and muscles of the chest. يعني هنا اللانج اللي براها، يعني اللي هو محوطها، مو بس هاي الفلورا، أكيد قاعد فوقها المسلز والريبس. زين، each enveloping the thoracic cavity is further subdivided into lateral pleural cavities. ينقسمون إلى شنو؟ إلى two cavities، واحد يمنى واحد يسرى، each enveloping a lung، كل واحد من عندهم يحتضن lung. وعندنا بيناتهم هو من هو الميديال ميديستينم اللي هو يكون مور ميديال. يلاحظوا نروح لاترال هاي البلورال كافيتيز، وعندنا الميديال نروح مور ميديال هذا الميديستينم. ميديستينم شنو يحتوي؟ هسه عرفنا احنا البلورال كافيتي يحتوي بداخل اللانج. ميديستينم كونتينز ذا بريكارديال كافيتي، هذا البريكارديال كافيتي هو عباره عن تجويف يحتضن القلب، which encloses the heart، يعني يحتوي القلب. And it also surrounds the remaining thoracic organs، وكذلك يحيط ببعض الأورجانز اللي هو منه هذا الجزء الفوقاني من عنده، يجي بيه منه يجي بيه الإيسوفيغاس المريء، ويجي بيه القصبة الهوائية التراكية، وكذلك غيرها من البيج فيسلز اللي هي الأيورتا وغيرها. With the thoracic cavity is separated from the more inferior abdominal pelvic cavity by diaphragm، يعني يفصل عن اللي جوه هذا الدايفرام اللي هو عبارة عن شنو. هذا الدايفرام هو عبارة عن مصل تشبه الخيمة، دوم شيبد مصل important in breathing، اللي هي تصعد وتنزل خلال عملية التنفس. أما الابدومينال pelvic cavity it has also two parts not physically separated، يعني ما ينقسمون واحد عن الآخر مثل غيرهم by a muscular or membrane wall. زين، its superior position هو عبارة عن abdominal cavity اللي هو هذا الفوقاني، والinferior الجواني هو pelvic. إذن abdominal cavity شنو يحتوي؟ contains stomach, intestines, spleen، عندنا stomach المعدة، intestines الأمعاء سواء دقيقة أو غليظة، spleen اللي هو الطحال، liver الكبد and other organs. The inferior part اللي هو pelvic cavity الحوض lies in the bony pelvis and contains، يعني هو هنا محاط بعظام، بتلاحظون هاي عظام الحوض. شنو يحتوي بداخله؟ يحتوي بداخله البلادر اللي هي المثانة البولية، وكذلك some reproductive organs اللي هي شنو، هي الأعضاء التناسلية الداخلية، and the rectum اللي هو الجزء الأخير من اللارج باول اللي هو بينخزن الفيسز أو الخروج. فإذا البلفيك كافيتي يحتوي على شنو؟ يحتوي بلادر بداخله، ويحتوي على الريبرودكتيف اورجانز، ويحتوي كذلك على الريكتم. زين، هاي تحفظوها ليش؟ يعني احتمال يجيكم بالامتحان كسؤال يقول لكم ذا بيلفيك كافيتي كونتينز ذا فولوينج، اللي هي راح يعدد لك مثلا شغلات ما موجوده ويذكر لك واحد موجود مثلا بالبيلفيك كافيتي، او يذكر ذني كليتين. زين، يذكر لكم واحد من الابدومينال كافيتي، مثل يذكر لكم الليفر ويا السبلين، ويحط لكم اكسبت. مثلا السؤال راح يكون بالصيغه التاليه: The pelvic cavity contains the following organs except، يعطيك اختيارات: the bladder, reproductive organs and rectum، واخر شيء يحط لك مثلا السبلين، فانت تختار الاختيار مالتك السبلين. تمام، هذا نفس التقسيم اللي حكينا عنه، كله معاد ما بي فد شيء جديد. هاي هم حكينا عنها، خلينا نجي على الصور ونشرحها. لاحظوا هسه هذا البريكارديوم، هسه راح يبدي يشرح لنا شنو الفيزرال وشنو البارايتال وشنو بيناتهم. احنا قلنا انه السيرس بادي كافيتيز مثل البريكارديال كافيتيز ومثل البلورال كافيتيز سراوندد باي لاير اوف تو ممبرينز. لاحظوا هذا عباره عن شنو، نفاخه منفوخه، شلون هاي محطوط ايدك بيها، هاي الايد تخيلها هي الهارت. زين، فراح يصير انت عندك طبقتين، طبقة داخلية اللي هي هاي الداخلية لاطشة على الهارت نسميها فيزرال، من فيزرا اللي هو عضو داخلي، وطبقة خارجية اللي هي البارايتال لير، بارايتال يعني خارجي. بيناتهم هذا يسموه بيريكارديال كافيتي اللي هو يحتوي على شنو؟ على فلويد. هذا الفلويد وظيفته انه هاي الطبقة وهاي الطبقة ما وحدة تحتك على اللخ. راح تقولوا لي واذا احتكت وحدة على اللخ، هاي اذا احتكت وحدة على اللخ ما راح تنطي الهارت مساحة انه يصير بتقلص وانبساط، وهاي هي اللي يعانيه المرضى جماعة البريكاردايتس
اللي هو التهاب شغاف القلب. زين، هاي معلومة تفيدكم كأطباء، أنتم مو بس تحفظون أو تقرون، لا أعطيكم كلينيكال نوتس حتى شنو، حتى تستخدمها بحياتك الطبية. فأنت التهاب عندك يصير بهاي اللايرز راح يسبب لك يسموه بيريكاردايتس، اللي هو يصير التهاب وهاي وحدة لاير تطبق على لاير ويصير احتكاك قوي بيناتهم، فالمريض يجيك يعاني من بين. زين، والضخ مال الدم مالته مو تمام، فهذا شلون نعالجه؟ نعطيه مثلا مضاد التهابات وغيرها تاخذوها بعدين. زين، ومرات لاحظوا مرات انه يصير انه هذا الفلويد يصير اكسسيف سكريشن او امبيرد ابزوربشن، وانت عندك هنا ميوكس فلويد او سيروس فلويد ينفرز كل يوم بمعدل معين. زين، مرات يصير عندي هنا الفلويد يتجمع بطريقه كلش كبيره. زين، مثلا واحد عنده فلويد اوفرلود او عنده كدني فيلير او غيرها، يصير عنده فلويد اوفرلود يعني يصير فلويد هواي بجسمه فيتجمع بهذا المكان، فيضغط لي على الهات يسوي لي فد حاله كلش صعبه يسموها كاردياك تيمبوناد. كاردياك تيمبوناد هاي خلوها في بالكم، وهي هاي امرجنسي. قبل يجي يحط الابره، اذا تشوفوها بالمسلسلات يجي يحط الابره على نص الصدر ويسحب حتى شنو، حتى يريح القلب. زين، فهاي نسميها قلنا مثل ما قلنا layers of شنو of serous body cavities. شنو عندي بعد شارحه هنا؟ أنا عندنا هاي البلورا نفس المبدا، هم surrounded by two layers اللي هي لاتش على اللانج نسميها visceral، والاوتسايد هي شنية؟ هي بارايتال. ايضا ممكن اهم ديزيز يصير نفس الشيء نفس اللي بالهارت، بس هنا راح نسميه شنو، بلوريسي او بلورايتس. زين، فهاي هم ايضا يصير ريستركشن بالحركه مال البريذنج، يعني هنا تقوم اللانج ما تنبسط وترجع بكيف براحتها. زين، يعني هنا ايضا راح يصير تضيق بهذا السبيس اللي هو سبيس كلش قليل يعني بين الفيزرال والبارايتال، فاي يعني احتكاكات تصير راح تؤدي لي الى شنو، الى بلوريسي. باللانج نسميها بلوريسي، بالهارت نسميها بيركاردايتس مثلا. زين، فهذا اللي نقصده بالبارايتال والفيزرال ودورهم. لاحظوا هذا فد مقطع عرضي. زين، دائما اي مقطع عرضي زين تشوفوه سواء سي تي سكان ام ار اي، تخيلوا المريض متمدد قدامكم وعفوا يعني رجليه باتجاهكم، فانت تشوف الرايت هنا والليفت هنا، يعني انه كانه بدك تباوع له من جوا. زين، فانت هذا الرايت هذا الليفت هذا الانتيرير هنا هذا البوستيرير. فلاحظوا انتم عندكم هنا هذا الهارت. زين، هذا كل السراوندنج يعني الهارت اللي هو بين الليفت والرايت لانج راح يكون هو الميديستاينم اللي هو يحتوي به الهارت، وكذلك غيره من الاورجنز اللي هو الاسوفيجاس والتراكيا والبيج فيسلز اوف ذا ميديستاينم. عندي ايضا هنا اللانج اللي هي الليفت لانج والرايت لانج سراوندد باي بلورا. زين، سراوندد باي شنو؟ باي بلورا. تلاحظون هاي الجزء الابيض هاي البلورال كافيتي. زين، هذا الابيض هاي عندي بارايتال فيو بلورا، وهنا لاتش على اللانج نسميها فيزرال بلورا. فهذا اللي اريد اشوفكم اياه يعني من هاي الصوره. بعد شنو عندي؟ ترى اغلب الحكي بالمحاضره يعني هواي من عنده معيود. هنا راح نحكي عن الابدومينال كافيتي. الابدومينال كافيتي هو مو مثل الثوراسيك، يعني ما يكون مفصول البلفيك عن الابدومينال في فاصل محدد. زين، وانما يكون يعني متداخلات مع بعض. هنا أنا يقول انه السوبيريور بورشن يقول دايفرام تو توب اوف بلفيك بونز، يعني هو يمتد من الدايفرام الى حد التوب اوف بلفيك بونز اللي هي هاي البلفيك بونز هنا راح تكون. زين، يقول contains digestive organs يعني الاعضاء مال الجهاز الهضمي هي موجوده بهذا هذا الكافيتي. It's lined by peritoneum، هذا البيريتونيوم هو يعني شبيه بالبلورا وغيرها، هم هو عباره عن connective tissue نسيج رابط. زين، يمتد ويغلف هذا الابدومينال كافيتي. يعني مثلا يجيب لك سؤال يقول لك the abdominal cavity is lined by the following، راح يقول لك مثلا pleural membrane، او يقول لك pericardial membrane ويحط لك مثلا وياه peritoneum. زين، او يقول لك ال abdominal cavity contains the following organs except، لازم تعرف ال organs الموجوده بال abdominal cavity وال except مالتها شنو مال. زين، طبعا ال organs شنو الموجوده بال abdominal cavity؟ عندك small intestine large intestine liver spleen stomach duodenum وهاي هاي شو اسمه الكيدنيز وغيرها.
inferior portion عندنا ال pelvic cavity اللي هو يكون within the pelvic bones يعني داخل تقريبا عظام الحوض اللي هو contains شنو reproductive organs مثل ال prostate ال وكذلك عندنا ال vesicle seminal vesicle seminal vesicle وعندنا ال rectum اللي هو آخر جزء من ال large intestine وعندنا كذلك ال bladder. لاحظوا هسه خلصنا الكافيتيز مال الجسم وعرفنا شلون ممكن تجينا الأسئلة عليها.